سمعت كام مرة إن الشخص ده مكشوف عنه الحجاب، أو الشخص ده عنده بصيرة، أو الشخص ده بيقدر يشوف حاجات ناس كتير غيره ما بيعرفوش يشوفوها. هنتكلم عن العين التالتة. مصطلح فتح العين التالتة مصطلح ممكن تكون سمعته كتير، وتحديدا بيتردد عند الناس اللي مهتمة بعلوم الطاقة الروحانية، وهي بمنتهى البساطة بوابة الإنسان للكشف عن الجوانب الخفية في الحياة. يعني الشخص اللي العين التالتة مفتوحة عنده مش بيشوف الإنسان عادي قدامه، لا، ده ممكن يشوف روحه، ومن المفترض انه بيشوف الجن والملائكة والعالم الخفي بشكل واضح. فتح العين التالتة او عين البصيرة من خلالها بيقدر الانسان يدرك حاجات العين العادية ما بتقدرش تشوفها، ومش بس بتشوف، دي ممكن تتحكم في الاشياء، وممكن من كتر التحكم انها تقدر تحرك الاشياء. الحكاية بدأ من العصور القديمة جدا. كان بيتقال زمان ان الانسان كان عنده عين تالتة موجودة في اسفل الرأس، في منطقة عند المخ كده في اسفل الرقبة، والعين دي كانت بتساعد الانسان ان هو يقدر يشوف العالم الخفي ويقدر يتحكم فيه ويقدر يعرف تفاصيل كتير جدا. لكن مع مراحل الزمن اختفت العين التالتة دي من عند الانسان، وظهر مكانها الغدة اللي بيتقال عليها الغدة الصنوبرية. والغدة الصنوبرية دي موجودة في المخ، وهي المسؤولة عن فرز هرمون اسمه الDMT، وهو الهرمون اللي بيفرز في المخ عند الولادة وعند الموت. وهرمون الDMT ده هو الهرمون اللي كان معمول عنه رواية الفيل الأزرق، انك بتقدر من خلال حباية تتحكم في هرمون الDMT، فتقدر تشوف حاجات اي حد حواليك ما يقدرش يشوفها ولا حتى يفهمها او يستوعبها. والعين التالتة مليانة تفاصيل كتير، بيقال انها موجودة في ديانات كتير، لكنها منتشرة جدا في الديانة البوذية والديانة الهندوسية. ويقال ان في بعض المدربين من خلال تدريبات معينة هنتكلم عليها كمان شوية، التدريبات دي بتعتمد بشكل اساسي على مصطلح اسمه اليوجا الروحانية، وهي مسؤولة عن تعليم الانسان ازاي يقدر بطريقة ما يتحكم في ان هو يقدر يفتح العين التالتة او العين الكاشفة او عين البصيرة. لكن في الحقيقة الاسم الانسب ليها هي عين الشيطان، لان مجرد التفكير انك هتفتح عين تالتة، العين دي هتخليك تقدر تشوف عالم خفي وتتحكم فيه، اكيد الموضوع ده مرتبط بشكل او باخر بالجن او بالشيطان. لكن خلينا نفهم الموضوع ماشي ازاي. الشكل الاول ان الانسان بيتعلم عن طريق مجموعة من المدربين المفروض ان هم متخصصين في فتح العين التالتة عند الإنسان، ولكن في الحقيقة هم بيعلموهم على السحر لكن بطريقة غير مباشرة. يعني الإنسان لما بيبقى عنده القدرة إن يفتح العين التالتة علشان يدخل العالم الخفي، فعليا في اللحظة دي الإنسان بيكون مسلوب الإرادة بشكل كامل، يعني كل جسمه بلا استثناء مسلوب الإرادة، وفي اللحظة دي بيكون الجن هو اللي متلبس للجسم ده، وهو اللي بيتحرك، وهو اللي بيتكلم، وهو اللي بيقرر، وهو اللي بيناقش الناس اللي قاعدين حواليه، ويقدر يجاوبهم عن اي سؤال عن العالم الخفي اللي الناس حابين يسألوا فيه. فالجن هو البطل. النوع التاني من فتح العين التالتة انه الانسان لما بيتدرب على فتح العين التالتة لكن مع مدربين من نوع اخر، بيقتصر الموضوع ان الجن بيتلبس الشخص ده لكن في منطقة الحنجرة فقط. عشان كده بتلاقي كتير من الصحراء او كتير من المشعوذين، هتلاقي ان نبرة صوته اتغيرت وطريقة كلامه اتغيرت. فاللحظة دي المفروض ان اللي بيكلمك هو الجن مش الانسان اللي قاعد قدامك خالص. والحقيقة ان هو هيقولك شوية معلومات عن العالم الخفي اللي انت اصلا ما تعرفش عنها حاجة ولا تفهم عنها حاجة. في كتير من المدربين على فتح العين التالتة بيدوا ورد للإنسان، الورد ده بيكون ورد يومي، الإنسان بيفضل يحافظ عليه ويقوله بشكل يومي لمدة طويلة، المدة دي ممكن توصل لسنة. الحقيقة إن الورد ده بيساعد الإنسان طول الفترة دي إن هو يتعلم السحر أو يدخل في مجال السحر بدون ما هو يعرف. ولما بيقعد يذكر الورد ده بشكل يومي وبشكل كتير، اللي بيحصل إن الجن هو اللي بيظهر له أو بيطلع، وهو اللي بيقول المعلومات اللي الإنسان ده بعد كده بينقلها للناس. فالناس بتتخيل ان الراجل ده فعلا عنده العين التالتة او عنده بصيرة، او زي ما بيقولوا احيانا مكشوف عنه الحجاب. وفي برضو النوع الاخير اللي بيعتمد على ورد برضو المدرب او الساحر بيديه للانسان، بيفضل يقول الورد ده لمدة طويلة، لكن الجن في اللحظة دي بيلبس منطقة واحدة بس في جسم الانسان، هي منطقة الاجنة، المنطقة اللي فيها العين التالتة، وبيفضل الجن لابس المنطقة دي لدرجة ان الانسان بيحس ان درجة حرارة جسمه ارتفعت، ودرجة حرارة الاجنة او جبهة الانسان بتكون مرتفعة زيادة حبتين عن جسم الانسان. في اللحظة دي بيكون الجن
فعلا تلبس المنطقة دي وقدر يوهم الإنسان إن هو اتفتح له عين تالتة، ومن خلال العين التالتة دي قدر يشوف العالم الخفي اللي في الحقيقة الجن هو اللي بيقول له بالظبط هو شايف ايه. وبعيدا عن المسميات الكتير حوالين العين التالتة اللي أحيانا كتير في بعض الديانات ومنها الإسلام بيتقال إن الشخص ده مكشوف عنه الحجاب أو الشخص ده عنده البصيرة، وبعيدا عن إن الكلام ده مقنع أو غير مقنع، وهو على الأقل ليا أنا غير مقنع، لكن في الآخر في ناس فعلا ممكن يبقى عندها بعض من الكرامات اللي ربنا مديها لها كهبة، وما ينفعش يكون استخدامه للطاقة دي اللي ربنا اديها له في شيء ممكن يأذي بيه إنسان أو ممكن يعمل سحر الإنسان. وفي ناس تانية ربنا مديها الهبة دي أو القدرة دي لكن هم فعليا ما يعرفوش، عايشين بيها وبتجيلهم خواطر وبتجيلهم معلومات لكن هم في الحقيقة مش عارفين سبب الكلام اللي بيجيلهم في دماغهم ده إيه. لكن خليني أقول لك تجارب لناس حقيقية اتدربوا على فتح العين التالتة، منهم مثلا بنت قعدت تتدرب فترة طويلة على فتح العين التالتة وإنها تقدر تتواصل مع العالم الخفي، إنها بعد مدة زمنية طويلة ما تعرضتش غير لحاجة واحدة بس، بقى عندها كوابيس بشكل يومي. الكوابيس دي مرعبة جدا ومخيفة جدا، وعملت كل الطرق علشان تتخلص من فكرة الكوابيس اليومية دي لكنها فشلت. وهنا بيجي سؤال، كتير جدا من الصوفيين عندهم اعتقاد بان في حاجة اسمها مكشوف عنه الحجاب، او في حاجة اسمها ان الانسان ده عنده كرامات، وان الكرامات دي بشكل ما هي المقصود بيها العين التالتة، ان يقدر يشوف عالم خفي الانسان الاخر او الانسان التاني ما يقدرش اصلا يشوف الحاجات دي. فبعيدا عن ان فتح العين التالتة مضرة او غير مضرة، انصحك انك اصلا لو لقيت حد بيقولك انه عنده القدرة على فتح العين التالتة او يقدر يعلمك انك تفتح العين التالتة وانك ازاي تقدر تشوف العالم الخفي، ارجوك ما تسمعوش ولا تمشي وراه في اي حاجة. سلام عليكم.